السلام عليكم. اول حاجه بغيت نعتذر لانك كنت غندير لايف، مي صراحه بزاف ديال المساجات وصلوا، قال لك من الاحسن دير ستوريات لانهم اول حاجه تيبقاو، وثاني حاجه شحال من واحد تيتشكر قال لك لا تسمح انك تفرج في اللايف، دونك من الاحسن يبقاو باش تتفرجوا فيهم. وهذا بحد ذاته موضوع اخر اللي غنديروا ليه شي جلسه ونهضروا فيه مزيان، الموضوع ديال الكونيكسيون. مي خلينا دابا في موضوع اللي تنهضروا فيه اليوم. صراحه كاين بزاف ما يتقال، غادي نحاول ما امكن نصغر باش ما نتقلوش عاوتاني اكثر من القياس. دونك باختصار، البارح لهاد شي ستوريات تناقش فيهم هذا الموضوع ديال الدعم اللي حتى انا شفتو انه ولا نقاش عام في السوشيال ميديا. الدعم اللي خرجته وزاره الثقافه واللي تتخرجوا كل عام نورمالمون جوج مرات باش تدعم به الفنانين. وصراحه اللي ما كنتش عارف ان هاد ستوريات هادو غادي يثيروا حفيظه ناس اللي ظنوا ان كاين شي نوع من الشخصنه، ولا انني تنقصدهم بشكل شخصي، ولا عندي معهم مشكل. غادي نوضحوا شي شويه ديال الامور وندوزو حنا. دونك اول حاجه غنبدا بها اللي هي الستوري في حد ذاتها اللي دهتها، اللي كنت فيها واضح زعما ما عرفتش علاش الكونفرساسيون بحال بغات تدور واحد الجهه اخرى. انا ما عمرني ما قلت انني ضد ان الفنانين يدعموا، بالعكس انا تنعتبر راسي يعني في الميدان الفني ما يمكن لي الا اني نشجع ان الوزاره ان تدعم الفن والفنانه والثقافه بشكل عام في المغرب. بالعكس هذه راه خدمتها، هذا الشيء اللي خصها ديرو هي بالاساس. انا كان عندي مشكل هاد النقطه دقيقه ودقيقه جدا، واللي هي كالتالي: واش هاد الدعم اللي تتقدمه الوزاره اللي سميتو دعم المشاريع، حلوني مزيان، دعم المشاريع ماشي دعم الفنان. الوزارة ما تدعمش الفنان تقول لي هاك سير خسرها مازوط وكل وشرب وكل وليداتك. دعم المشاريع يعني هاد الفنان نورمالمون قدم مشروع اللي هو اغنيه كليب، المهم شنو بغا يدير، الوزارة عاوناتو باش يعني داك العاقه كامله خصو يخسرها في هذاك المشروع. السؤال ديالي بسيط وواضح: من 2008 وهاد الدعم تيتفرق، واش هاد المشاريع اللي تيخرجوا هاد لي بروجي هاد الاغاني وهاد الكليبات القيمة ديالهم واش متوازنة مع هذاك الدعم اللي خداو هاد الناس هادو؟ يعني ملي الوزارة تعطيك نتايا 10 و20 و60 و120 مليون، هذاك الكليب اللي غتخرجو واش ساوي 120 مليون؟ والأكثر من ذلك، هاد العاقة اللي تتخرج هاد لاليست ديال الدعم نورمالمون راه 60% ديال داك الشيء باش غادي تقام البروجي. نعطيكم مثال، مثلا فنان اكس ولا ايكراك باش تساعد ميكا، الا شفتو هو خد 20 مليون، يعني هو فاش دفع للوزاره راه قال لهم البروجي غادي يخرج ليا مثلا بشي 38 مليون، لان الدوله تدعمك 60% وانت نورمالمون خصك تزيد ديك 20% من عندك. يعني حسب لها حسابها 38 مليون باش تخرج كليب. دابا بالله عليك، دابا بالله عليك، ارتيست في المغرب بغا يخرج كليب ب 38 مليون؟ ما حتوش على من تتكذبو. ندوزو لنقطة أخرى اللي هي الدفيع، باش تدفع للدعم. هنا صراحة جاتني الضحكة واحد الوقيتة، حيت جمع واحد تيصاب راسو مزق تيصيفط ليا ميساج تيقول ليا وكون جاك انت الدعم كون خديتيه وسكتي. الدعم عشيري ما تيجيش، ما تيطيحش من السما. الدعم هذا تدفع ليه، تدفع ليه دوسي مهور، يعني هادو كاملين اللي شفتهم في الليسة دافعين دوزي عشيري، دافعين. دابا تخيل معايا، وهذا هو المشكل، وسمحوا لي غادي نحتاج نجبد السمية. دابا فنان كبير بحال نعمان الحلو تنحترمو، قال الراس والعين وما قللناش الاحترام بتاتا، وما تنعرفكش، ما عندي معاك حتى شي حاجة شخصية، ولكن راه فاش تنشوف ان سميتك طالعة في الليسة ديال الدعم، هذاك يعني انك مشيتي عمرتي دوسي ودفعتيه وبقيتي كتسنى يختاروك باش تخرج لينا ديسك. لا بغيت تخرج ديسك اخويا، سير خرج ديسك، شو حبسك؟ سير قرص الحيط، سير البنكه ديالك، تيري فلوس خسرهم، تحمل مسؤوليتك كما كنديرو حنا كاملين. خرج ديسك من مالك الخاص ولوحو لينا في يوتيوب، ماذا بينا يعجبنا سيدي ونديرو لك الفيوز ونديرو لك الباز هنايا وترجع فلوسك عن طريق يوتيوب ولا عن طريق الحفل، تحمل مسؤوليتك يا نعمان. علاش غادي للمال العام؟ علاش باغي تسبونسوريزي موسيقتك من فلوس دافعي الضرائب؟
علاش ما كاينش ياخد عليه دعم؟ دعم دار الناس اللي تيحتاجوها نعمان. نعمان انت نعمان ما تحتاجش الدعم انت نعمان، انت قبيه كلشي عارف، ما تحتاجش الدعم يا نعمان باش نسدو هاد القرعه مره، فهمتيني؟ ما تحتاجش الدعم انت، وبزاف ديال السميات كاينين تما ما تحتاجوش الدعم. بغيت تخرج موسيقى سير خرجها من فلوسك، سالينا باش نزيدو نسدو هاد القوس كاع اكثر من القياس باش ما نعاودوش نرجعو ليه. قال لك كنت نازل، سمعت شي اخبار على، كنت نازل على داك المبلغ ديال الدعم ما غاديش نا صاحبي. التنازل كيكون شي حاجه ديالك، شي حاجه حقك، حقك تتنازل عليه. ما تقدرش تنازل على شي حاجه اللي ماشي ديالك على باز، هذاك الشيء ماشي ديالك باش تنازل عليه. دوك فلوس اللي مع وزاره الثقافه، وزاره الثقافه منين جابتهم؟ هاد الحكومة، ميزانية ديال الدولة، ديال الناس كاملين، ميمكنش تتنازل على فلوس ديال الناس كاملين، أون بلوس، شكون عطاك الحق أنك تنازل عليهم؟ تشاورتي مع لي زارتيست كاملين اللي دافعين وما خداوش الدعم حيت خديتيه أنت، كاين بزاف ديال الدراري تعرفهم أنا اللي دفعوا وما خداوش، لأنك أنت ومجموعة ديال الناس اللي ما محتاجين، وميمكنش تقول لي أنت تتنازل، هادو فلوس فين غيمشيو؟ غيبقاو عند وزارة الثقافة. غيرجعوا للحكومة، غيفرقوا على شي واحد اخر، غيعيطوا على شي واحد من هذوك لي دوسي اللي ما تقبلوش. كورونا كيفاش كورونا؟ الو وزير الثقافة دوز ديك العقل صندوق كورونا تزنعها شي جوزة عشيري. الحياة ما غاداش بحال هكا، راه دولة فيها مؤسسات عشيري، راه كل حاجة كل درهم تيمشي لبلاصتو، ماشي لا ما بغيتش انا ندوز الكورونا. تقدر تكون نيتك زوينه ولكن الاكزيكيوشن عندك ما لا علاقه. دونك شوف راه واحد العبثيه كاين، كورونا كلشي واكل الدق، ما جاتش صاحبي، ما جاتش والناس تفرقعات. دونك ما يجيش شي واحد دابا يبغي يتصور علينا على انه دير شي اكت، شي اكت نوبل ولا شي عمل نبيل انه غادي يتخلى على الفلوس، حيت هذا الشيء اللي كون ما كانش هاد الروينه هادي بنادم كان يضرب العاقه في جيبو ويمشي ينعس فرحان، ومن هنا شي شهرين غيخرج لنا شي ديك ديال ماما يا ماما جي شكون جيتك، باش نكونو فاهمين وباش ما نتسماوش غير كنكريتيكيو بلا ما نهضرو في الحلول. فأنا شخصيا بالنسبة ليا كان حاليا بوزارة الثقافة أنها بلاصة ما تتفرق هاد الإعانات ولا هاد الدعم بشكل فردي، تتفرقوا على واحد جوج ثلاثة أربعة مية ميتين ديال الناس، كان احرى انهم يمشيو ينفيستيو داكشي في المسارح في دور الحفلات. ودابا حنا دابا انا باغي نورغانيزي كونسير، فين غنديرو؟ في كازا مثلا، فين؟ عطيني شي بلاصه اللي نقدر نورغانيزي فيها الكونسير، فين هما دور الحفلات؟ ما كاينينش. انفيستي لينا اخويا في السيوان، انفيستي في شي حاجه اللي غتعود بالنفع على مجموعه ديال الناس في دقه، ماشي انديفيديوالمون تعطي الواحد يخرج ليه كليب غير يربح منه هو. لوجيك اصاحبي، خصوصا في الظرفية القاهرة اللي عايشين فيها احنا، القاهرة نيت اللي عايشين فيها احنا دابا، لان احنا في المغرب حياتنا كاملة ظروف قاهرة، غير هو الظروف هادي قاهرة اكثر من القياس. سيروا اخويا قلبوا على الناس اللي فريمون مضرورين، لا باغيين تفرقوا الدعم، راه كاينين الناس في الميدان الفني اللي واكلين العصبية بصح وما معروفين، ما تتشوفهمش كاع. نسالي على زارتيس اللي تيخرجوا الزمر ديالهم في يوتيوب وفي لي بلاتفورم و تيدخلوا واحد جوج دريال يقدروا يكاليو بها السارة. سير اصاحبي الناس اللي خدامين ما تيعرفهم حتى واحد، كاين الناس تتعيش غير في عيد ميلاد، وكاين الناس اللي تتعيش غير في العراسات، وكاين الناس اللي تتعيش غير في الكنيس، كاين اللي هاز طبله ميكرو تيدور غير على الكنيس تيصور 500 درهم في الكنازة. سيروا قلبوا على هادو غيعطيهم الدعم، كاين اللي تابعين ولاد، كاين اللي تابع عائلة، كاين اللي تابعو نساونا هنايا، حنا قادين براسنا.